الو، انت فين؟ هكون فين يعني يا داليا؟ في الشغل. ايه، في حاجه؟ مالك، حصل له حاجه؟ لا مالك، كويس. انا بس كنت عايزه اقول لك حاجه، افكرك ان النهارده يعني عيد جوازنا. مش محتاجه تفكرني يا داليا، اكيد انا فاكر، بس عندي شويه شغل كده هوت، واما اخلص هاجي يعني على طول. ماشي يا طارق. ايه ده، ايه الصوت اللي جنبك ده يا طارق؟ ده مفيش، ده شغل، ده واحد عمل حادثة يعني من زمايلنا، ففي ميكروباص معدي، فاحنا كده بنروح نشوف مين. مش انت لسه قايل انك في الشغل؟ اه، ما ده شغل. طب اقفلي اقفلي عشان لقينا مين اللي خبطه. ايه الحلاوة دي؟ شكرا بجد، شكرا يا نهال. عفوا يا مستر طارق، اي اوامر تانية؟ لا شكرا. Have a nice dinner. اكيد شكرا. فين بقى العشاء اللي انت قلتي عليه ده؟ ولا هنقضيها خيار وجزر وميه؟ لا اكيد، لو سمحت العشاء. على فكرة قبل نهاية اشتريت حاجات من الكارت بتاعك. ايه ده بجد، معلش. ممكن اسألك سؤال؟ اه طبعا اتفضلي. هي قبل نهاية بتشتغل معاك ايه بالظبط؟ نهاية تقدري كده تقولي مديرة مكتب، بتعمل كل حاجة. اه ما هو باين. طب وانا هشتغل ايه؟ ما انا قلتلك ما بعرفش افكر. وانت جعان؟ صوتك روعة. شكرا، صوتك روعة بجد 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 يعني. شكرا. ممكن رقمك؟ اه طبعا اتفضل، عايزك في شغل. ماشي ماشي شكرا. ايه ده، انا ما كنتش متوقع صوتك كده خالص. شكرا يا باشا، والله العظيم انا مبسوطه قوي 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 ان احنا جينا هنا. يعني انا اللي مبسوط قوي يعني بصراحه. اتفضل. شكرا 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 لحضرتك يا بي. عفوا، والله انت صوتك جميل جدا جدا جدا، انت لازم تبقي فنانه، فنانه الشرق الاوسط كله. اسمع من بقك ربنا يا بي. ما بلاش بي دي بقى وتقولي لي يا طارق عادي. ماشي يا طارق. بصي، هاتي. ايه ده، موبايلي بيرن. ثاني. الو الو، انا كوكس الدي جي. اه عرفتك عرفتك. ماشي،
سيفي بقى رقم. ماشي. ايه ده مين ده؟ كوكس الدي جي عايزني في شغل. طب هاتي كده الموبايل بعد اذنك، انا مسحت رقمه. الواد ده بيقول لي كده كل الزباين يعني بجد. والله العظيم بيقول لي كده لكل الزباين. ماشي يا طارق، مش انت اللي كنت بتغني في دار الرحوة، دار الرحمة والنور للأيتام؟ لا انا اصلا عمري ما كنت في دار ايتام. ماشي انا اسفة. ومش انت برضو قلتي لانك تعلمتي الغنى منين؟ صحيح انا نسيت اسألك، تعلمتي الغنى فين صحيح؟ في قصر ثقافة الانفوشي. ماشي، ستي بقى كانت بتجيلكوا في قصر ثقافة الانفوشي؟ لا بس يا طارق بيه تعالى ما احكي. الست دي كانت بتجيلنا كل سنة عشان تسمع صوتي. مين في فين؟ في قصر ثقافة الانفوشي؟ لا في دار الرحمة والنور للايتام، ده اسم المكان اللي انا اتربيت فيه. ماشي في ايه؟ بص يا باشا، انا ابويا زمان ظلم امي ودخلها السجن ورماني لستي، وستي اللي رمتني في الملجأ. وكمان الست، احنا كل سنة كل سنة كل سنة كانت الست دي بتيجي تسمع صوتي، لدرجة انها مرة يعني هي كانت بتتكيف بصوتي قوي، لدرجة انها مرة ادتني 200 جنيه عشان اغني لها اغنية مرة تانية. انت عارف الاكل اللي على الترابيزات ده يكفي اخواتي اللي في الدار كام يوم؟ يا باشا احنا اللي زينا عايشين على بواقي اللي زيكم، بنلبس بواقي لبسكم، ناكل بواقي اكلكم، حتى النفس اللي بنتنفسه بيبقى من بواقي الهواء اللي خلصان منكم. يا سنية، قصتك مؤثرة قوي وشدتني ليكي جدا. عجبتك؟ احكي لك عن ابويا اللي دخل امي السجن ورماني لستي، ستي اللي رمتني في الملجأ، ولا احكي لك عن عيشتي في الدار؟ دي حلوه، دي ممكن كمان تديني عليها 200 جنيه او 100 زياده. ولا احكي لك عن ابله سعديه ولبنى اللي كانت بتضربني وبتخليني اشتغل في شغل السجاده انا والبت مروه، وبتاخد سبوبه على قفانا. ولا احكي لك عن ايه ولا ايه؟ ده انت ممكن تزود ميات بالهبل. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا بقول لك يعني بجد، يعني مش عارف. متزعليش مني، والنبي يا باشا ما تنهي كلام النت. طب وتفعص يا باشا، احنا زي ما قلت لك ان احنا اللي زينا عايشين على بواقي اللي زيكم. وعلى فكرة اللي جي تعالى لي يمين، لو جيت لي شمال افرمك. انا ولا هاجي يمين ولا هاجي شمال، انا هاجي معاكي دغري. شوف انا في الاول كنت فاهمك غلط، بس دلوقتي يعني فهمتك. وعلى فكرة انا بقولك ما تزعليش بجد، ما تعرفيش بكرة ربنا شايلك ايه. ممكن ايامك اللي جاية تبقى احلى ايام، وتقعدي تضحكي على اللي فات. ماشي يا باشا، انت فعلا طيب. ما قلتلك بلاش باشا دي، وعلى فكرة انت فوقتيني بجد. شكرا ليك انت يا باشا. هتشوف لي بقى شغل امتى؟ مش عارف، هشوف بقى. ماشي يا باشا، انا لازم اروح. ماشي.